السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أعظم خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب. النهاردة بفضل الله عرض أنية من داخل المزرعة، ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يكرمنا جميعا. يلا بينا نبدأ عرضنا، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله عرضنا من داخل المزرعة عبارة عن 21 رأس برقي حر للأنية، بيتقسموا لـ20 ذكر ونتاية، يعني الـ21 فيهم نتاية واحدة. الأعمار بسم الله ما شاء الله من 6 لـ7 شهور، الأعمار من 6 لـ7 شهور، مفهومش غير تقريبا 2 5 شهور، تمام كده. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة بتشبع دريس حجازي وبتشبع علف، حاجة بسم الله ما شاء الله متأسسة، زائد ان هي واخدة جميع التحصينات اللازمة، واخدين كوفاكسين 8 أمراض وحمى الاستقبال، وان شاء الله بياخدوا الجرعات التنشيطية قبل ما تستلم شغلك. طيب مش طالع حضراتكم السعر جملة ان شاء الله 7500 جنيه لو هتشيل العرض كامل على بعض، تمام كده. طبعا في سعر تاني خالص هيكون ان شاء الله لأي حد من متابعي قناة المزرعة البيتي بإذن الله، ده في سعر الجملة. فإن شاء الله السعر هيكون معانا سعر جملة 7500 جنيه، وفي برضو قطاعي لو حد عايز ياخد حتة حتتين تلاتة مفيش أي مشكلة. طيب بإذن الله مكاننا بشتيل إمبابة محافظة الجيزة، للتواصل معايا عن طريق الواتساب أو تليفونين 0155 955 1306، هتلاقوا رقم في أول الفيديو تقدروا تنقلوه وتتواصلوا معايا عن طريق الواتساب أو تليفونية. وبعتذر عن الصوت دوت عشان بس في ناس بتبني جنبي. اشوفكم ان شاء الله على خير، كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.